بس معليش ما انت برايح معنا. رياض تمشيه ومنها شغل البدن. واحد ارفع صوتك ايش تنك كايف. كم بتجلس؟ كم بجلس؟ إيه؟ والله ما اعلم يا اخوك. اه طبعا ما احب اقول كذا اجلس كذا كذا اليوم والله ما اعلم. بس وداعتك وداع دائما حزت البسطه لا تفارقها. مو بجوه جوك هناك. قصدك تصوير؟ لا لا من التصوير. لا 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 بدر وده الاستديو. لا ليش جوه هو؟ ليش جوه؟ وادي وسمرة معلق فيها طني. لا هذا انت ما شاء الله عليك والله انك جامع الشفوف. بلوت سمرة بر. شوف بقول لك حاجة. انا والله اني يعني عرفت عاجي معلم وقت لا كانت تقول خروح انت شيبا تكي مع تكين مع عربين تكين مع هين تكين. لا ايش دنك صادق انا ما اقدر. انت انا ما ابو علي بقولك انا ما اقدر مثلا اليوم نروح. والله يا بعض الجلسات اشهد علي ربي اني ادري انك ما تبغاها بريال واحد وانك تتغصب بالضحكة وانك تتغصب بالتصوير وانك تتغصب بالمجاملة. والله يا ولد يا ولد انا ما اقدر اروح اليوم نيويورك اليوم الثاني اروح لرياض بارك اليوم الثالث اروح للبوليفارد يا ولد ما اقدر يا سعد. شوف هذه مستحيل مستحيل على وجهة نظري يعني. في مكان انت رحت له مع عمو محمد يسعد امه يا ولد شو اسمه الفجيري اسمه ولا الفجيري واول مره اشوف في حياتي. ثاني مره جيته المره الاول جيته كان دخول مجانا ذا الحين الدخول الشخص ب 50 ريال دخلت ب 50 ريال هذه تقدر تقهوى بها وتقدر تتعشى بها وتقدر تسوي بها اي شيء ب 50 ريال. يجون انا في ناس نباتهم انا ما اطوف يمكن مسعود سعد ايش اشوف سنابات يمكن يروحون لناس ثانيين بس اني انا ما اتابع السنابات. سعد اتابع سنابات بعض الاحيان ادخل كيف اتابع سنابات سعد اذا كان بيننا تواصل بالخاص. ولد وينك ولا دقيت علي فتحت جوالي لقيتك داد اعانس فاشوفك تصور فيها انت وعمو محمد. يا شوف شوف انا بقول لك حاجه يا ابو محمد والله اني صادق بما اني خلصنا فكنا السوالف. انت يا ابو محمد عندك اشياء وعندك افكار من ناحيه التصوير والسنابات هذه ما بعدنا لكن انت ما تحاول تكثر منها ما تحاول ان تسوي الاشياء. اعطيك اقرب مثال تتذكر يوم في الشاليه قريب ذا الرياض في حركة سويتها اظن ما طرت على العالم كله انت استغلت الحركة هذه اليوم ثبت الجوال جالسي وراك شباب انت عندك افكار وعندك بعدين ايضا يا ابو محمد الجروب اللي معك على عمك وذول اكثر كلهم تقبلوا التصويت فهمت؟ فأنت يعني إنسان مزاجي والله إنك مزاجي ها والله شوف كلامك اسمع خلها بيني غير ذاك القطر أبراك القطر أنا وياك ترى واجد أي واحدة آخر واحدة الماكدونالدز. لا والله اسمع خلا بيني غير ذاك القطر دونات. لا
والله بيت البرنا والله كل ما تذكرت اني اموت ضحك. انت والله ونيس يا ابو علي، انت ونيس ونيس، الله انت يسلمك ونيس الله يسلمك. يا اخوي. تذكر يا رجال، تذكر يوم ما شو اسمه سافرنا الدمام، يوم قلناها يوم خالي وسالم معنا يوم انصدموا قلت سلامات يا اخوي يا اخي كنا ما ادري كيف اقول لك. يود تحس مكان، يود تحس مكان عندنا شغل ولا ادري احنا وش جانا. يا اخي ترى كل ما كل ترى ابو محمد بقول لك حاجه، ترى كل ما زادت الايام وزادت الاشهر وزادت السنين ترى يزيد شغلك تدري، ويزيد همك ويزيد تفكيرك ويزيد كل شيء. سعد انت رحت المنكوش؟ ها؟ انت رحت معنا المنكوش؟ لا شو اسمه؟ يا ولد علي اطلاق اني هدي تدري يا ابو محمد اني مكمل للحين 26 ساعة مواصل. طيب اسمع، تذكرت المطار يوم انه مطار مصر، يوم تقول انت يا ابو محمد ما في طيارة الحين ما في الا بكره، يوم اقول بيطير على الكويت ولا تطيرني الامارات ولا قول لا اله الا الله، الله يجعل اللي جاني ما يجيك. عاود جاني انا وعايد الامور انا بغيت ولد اقسم بالله يا ابو علي، اقسم بالله يا سعد نكن الناس كلهم انا يا اخي. قول لي لانك يا ابو محمد يمكن عشان يا ابو محمد في قريه فهمت يعني، ما انت في المدينة مثل مدينة اشوف الاشياء كلها. كل الاشياء اشوف فهمت؟ فهمت؟ انا يا ولد المنظر اللي انت خابر ذاك يا ولد بغى يذبحني يا حرام يا سعد. يا ولد يوم وصلنا الرياض انت تقول ميدية تكفى يا تذكر؟ اصبر يوم اقول قريه، القريه يا اخواني ما فيها الا جماعه، ما فيها الا جماعه، ما فيها اي بشر او اي المواقف اللي شافها في مصر ما هي موجودة، ما مرت عليه في القرية هذه الباطل. لكن أنا في جدة عكسه، مرت علي وتعود كل حاجة. ترى أي شيء غريب تشوفها أول مرة تراك تنصدم منه، بس تشوفها ثاني مرة خلاص. فهمت؟ شو اسمه؟ تذكر يوم نزلنا المطار يوم تقول تكفى يا رجل الرجال هذرة يا رجل ركب الطيارة طيب رقد قام مو طيب يصيح يهذري ينتفض أعوذ بالله ولد عيبك، احنا ركبنا السياره هل تضحك الطياره هل تضحك اذكرها وعين كذا طالع فكس كنت اعطيني الفكس اتوقع صح؟ لا في ذمتي انا اول يوم يا اثر الرجال يمشي معي وقلبه مو على قلبي ولا هو فاهمني فاهم بي قلت سعد قال دقيقه دقيقه
ابو علي عيا عاين كذا طلع قال ولد وش فيه؟ قلت جوالك لن طلب عليك خذ جوالك فاهم بي. قلت سعد احنا كليناها كلنا سعد الله ان هل تفعله قال تعال هوش لك كذا يو تدري انا وش تدري انا وش محتسي له؟ انا غازني يدي في مخباي والجوال في يدي كذا والله يا سعد انه كذا انا قلت اي حركه بضرب انا بس هو كذا ما طيحك يا اخوك في 20 عدد انا ما دليت الا من المسمار سريط هذا اللي انا خايف منه ما بي ولا لو ياخذوا خلوني اروح ما عندي مشكله بس انا دليت شريط شوي قلت انا يا اخوان قلت حقني شو شو فجاه للتاكسي اللي جابنا طلعنا من الفندق ويودينا ويرجعنا هو في انتظارنا افتح الباب يوم فتحت الباب سكرت اقسم بمن احل القسم لا تروح عندي له مكان كويس هنا بنصور فيه ويمشي معي وطالع في السواق وتحرك حرك الله يحرك كبدك ارفع القزاز ننت يوم التقنا كنت بيت سعد انت وين قلبك؟ قلت الولد هذا مسكين قلت الولد هذا فخ انا مشي فجأة ولد احنا في مكان اول ما دخلنا في المجمع هذا خذونا وشنا انا جالس على في نفس المكان هذا الا جاء ورع يا اخوان لا كيف اقول لكم عمري كلم به هاج ما ادري ايش يبغى منه ما ادري ايش يبغى منه الزب انا هو لا يا حبيبي شوف لك صرف هذا تعرف هذا ولا شيء قروشني يا ولد فهاج يحسب انه يقول ما يده خلاص تعال يا حبيبي روح والله يا اخواني ما قد شفت اقوى من هذاك الكف في حياتي الدنيويه كلها اللي كل المجمع طالعوا فيه بوكس ولا كف هو عطاه والله وبيت بناها الله يا اخواني يا لوي احنا خذها برمه لا اله الا الله انا يوم شفته قال بهاج ابن سعد طلع فيني طلع فيني تحسبون يا اخوان رحنا للرجال لا ولا هدينا حبيبي ما لك داعي يا حبيبي احنا خبيز اللي يجينا بوكسن مثل الرجال دي قلنا حبيبي ما لك داعي يا حبيبي ايش فيك يبكي يبكي يا سعد اقسم بالله يا ابو علي اقسم بالله انك عرضت نص القطه يا البكيه انا هنا البكيه علي الحرام يا ابو علي هنا يوم شفته ولد ذي ورمت ومسك الورع قلت ليه انا هنا يا اخوان جاني غبنه ملعنت والدي قلت انا كلمتك انك تبعد هذا ليه البوكس هذا انا ما اقدر اني انصر الشخص هذا لان ودي بس يا ولد انا يا اخي إيه؟ شفت ام عطت الورع الصغير دراهم اخوان يا اخي يوم طلع فاجر فاضل اوكي ربنا يكرمك يقول بحطها في جيبه بحطها في جيبه ايش سوى المصور قال الله يسعدك هذا اخوي اخوي يقول في يمسك بالحب راس اخوي 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 الله يسعدك لا اله الا الله لا اله الا الله كان هذا الورع ما جاه شيء كان الورع هذا يتم عافيت اكسر الله يده اللهم امين اللهم امين وعقبها وين رحنا يا جليل رحنا للمول الكبير تذكر حين يوم طلعنا رحنا رحنا مكان غير ما ادري فين اصبر رحنا للمول الكبير ايوه يوم بثينا يلا طلعنا من المول اشهد بالله يا اخوك نظري مستهدف من اخر السفريتي في حياتي السفريه اللي خسرنا فيها ظني ايش ولا قعدنا فيها ل 24 ساعه يحرم علي اني الفندق انه ما حللنا اسمع اي ذاك اللي كنا
اسمع. صلى على النبي. متى صاحي يا محمد؟ خليك صادق معي. رقدت وقمت، رقدت وقمت، رقدت وقمت. طيب صلى على النبي. ايش رايك نخش موسوعه جينيس؟ لف الشاشه. كم مده تلبث؟ غبي يلف الكاميرا. كم مده تلبث؟ 6 ساعات و34 دقيقة و10 ثواني. انا 6 ساعات و48 دقيقة و43 ثانية. يعني كنا 7 ساعات. هذه انا قد سويتها قبل اكثر مده كم؟ قبل 3 ايام. 6 ساعات. عندك اكثر مده كم؟ 6 ساعات. اكثر مده بثيت في حياتك؟ في حياتي 6 ساعات. في ذمتك؟ اي والله. فين الكذابين اللي يقولون قعدت واجهني عرب قالوا انك قعدت 12 ساعه بوت؟ لا قبل 3 ايام اقوى مده لي بثيت. في ذمه؟ اي والله 6 ساعات و15 15. يقول قد بثيت في قطر طول. انت قد بثيت في قطر طولت فيه؟ تاكد. هلا يقول قد بثيت في قطر. الحين لبث في قطر 8 ساعات. مستحيل مستحيل لبث في قطر 4 ساعات. بث قطر اللي انت وياه. انا تدري كم اطول بث بثيته؟ كم؟ 8 ساعات و32 دقيقة. وباقي علي اني نذر اني متشفق اني ابغى اطول ابغى اقعد 10 ساعات 11 ساعة. لكن جاك وعلق وش جاء قال عليك انهاء البث كذا اضغط انهاء يتقفل. انا بقول لك شوف انا البثوث عندي ايام ابث ساعة ولا عاد هضم يا ولد. نفسي نفسي ما هضمها. صوتي ما احب اسمع. نادر اذا شفت اذا طولت في البذوذ تدرني يعني مزاجي اوكي والنفس مرتاحه وكذا ودي حد ان اليوم ذا كويس اجلس اسولف مع الناس وطقطق واخذ واعطي لان بيجي يوم من الايام اخلاقي ماشي. استغل الفرصه. نعم ونحن معك. اسمع صامل الليل يقول الظهر الله اكبر. والله شوف انا بقول لك شوف صل على النبي نبغى كلام كلام كل 20 دقيقة. روح سوي شاي وتعال. بس في فعاليات نسوي فعاليات نخش كستات نتحدى نتلاطم بيننا كل حاجة يا اخواني. تراكم مسموحي مسموحي اللي يبغى يرقد يروح يرقد. يلا يلا تم والله تم. شوف انا والله اني مواصل 26 ساعة مواصلها والله. ندخل ندخل قستات مع مشاهير وندخل قستات مهم مع ناس مشاهير ومع التوب وناخذ توب 99 ندخل مع التوب الون ندخل مع التوب العاشر. كل شيء بنسوي. يلا تم يا اخواني. شوفوا صلوا على النبي اللي بيروح يرقد والله تكفو انه مسموح. اما انا صاحي من الساعة تقريبا متى بالنسبه لاخواني ما انتم مسموحين ابدا انكم تروحوا. اخواني اخواني انتم مسموحين. تصدقون يعني 6 ساعات لو انكم كبستوا 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 كان جبنا رقم كويس. يعني مو من كثر ما نبث الوقت هذا. ليه؟ ان الضيف شكرا سيدي ما بعلى كيفك. اي واحد بيروح بسجل اسمه. يا عندي صار هروج مثل هروجنا. اسكت. زايد بن صابر مرسل لي على الصدام. ايه تكفيل بذوث تكفيل بذوث. اسعد الله ما اتمنى ان نقدر نخش مع اللي موجودين كلهم. ايه تكفيل بذوث سعد. ايه سعد نقفل التكتور نقفل جاكو. اي احد يلعب معنا حكمنا اجلد حكمين قويه حكم تكفيل بث. صح صح قول كذا قول كذا. تونا فاتحين بث اوكي؟ اوكي؟ يا دنيا رقيق رقع توافات ما درى المحرمه يا اخوك والله طرف لي وزل
أشهد أن المحبة الهوى تمامي. اثنين ثلاثة لكن بخلي يضرب لنا شوي من الصوت يا ابو محمد انسى لنا شوي. 6 7 الا صح؟ ما كل ما واحد عمي شوي عطى فرصة. جيب نايف المطيري، جيبوا لنا نايف المطيري. نايف المطيري بعد جيبوه. ما لا ما يقدر. ترى يستغفر في جوفي والله اقسم بيات الله. اقسم بيات الله لا تبكي يا. اقسم بيات الله اني لا اقفل بثك، اقسم بيات الله اني لا ادقك دق، اقسم بيات الله. تعال تعال. تعال. تعال يا العاشق الولهان. ارحب يا العلم، لا تروح عندنا جوله تحدي مع الولد العاشق الولهان. ارحب. وينه وينه وينه؟ وينه وينه؟ اي واحد في خاطركم تبون تجيبوه. شكون عنده؟ يا مرحبا يا نايف. تحيا. شلونك الله يعافيك؟ بخير زين حالك وفالك. ارحب يا سعد. ارحب يا نايف، ارحب مني ترى ما اشوف حاط الشاشه كذي، ارحب مني ولا الشيخ. لا تزرق يا سعد. شوف نايف، هل نايف عندك خوي بتجيبه ولا عندك تحدي ولا عندك قصايد غزليه ولا هون قديم تبي تظهره ولا شيء؟ تفضل المايك لك، شوف خويك احكام مستشفى. لا اقول لا اله الا الله، قل لا اله الا الله يا بخاج الاولها طال عمرك. انا بسد عن الرابع اللي تبي تجيبونه، انا ضدكم انتم الاثنين. بس احكام قويه جدا يا رجال، ما عليك. طيب شلنا الدنيا طيب. كل ابوها بمتونا. كفو يا نايف، ولكن ما انت بطيئ منا. طيب ماني مرسله ماي. الحكم راح يكون حكم واحد نتفق عليه، احنا نعطيك ثلاث احكام نتفق عليها تنفذ واحد. اما مساله ان نستغلك وانت رجل خير من حمل التطبيق ونعطيك حكمين بدا ولا والف لا. دور كثرت. تفضل اسكت. نايف كيف حالك؟ بخير زين حالك وفالك؟ ما شاء الله على الاناقه. الله يرفع قدرك ويجمل الحال. اناقه ولا بعير؟ اسلم يا سعد. كمل يا ابو محمد. لا اسلم. والله يا بهاجنها زينه، ما يضحك، اضحك عشان الدنيا تضحك. هو ترى الحين تونا مصحصحين، تونا ما تحب الثمان لم 13 دقيقه. سعد يقطع عندك مركب كيتلكس. اسلم يا بهاج. وانت سالم، ثلاث احكام نتفق عليها، ثلاث احكام نتفق عليها انا والاستاذ القدير الانيق سعد. تختار واحد طبعا. حنا عندنا شاهي، وعندنا شطه، وعندنا ريدبول، وعندنا قهوه، وعندنا ولاعه، وجميع الاشياء متوفره وموجوده، يعني احكام قويه جدا. فانا ودي اعلم متابعينك واعلم دامعينك. تفضل سعد. مرحبا. السلام عليكم. السلام والرحمة. مرحبا 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 يا ابو سابق. طيب يا حيوان يا حيوان. صباح الخير. صبحت دقيقة ابو سابق بالله يا حيوان. اتفاقيتنا اللي طول الليل الله يحرك كبدك ليه؟ شو احنا ما اتفقنا يا حيوان ان نمسك كل واحد الحالة نسقط له نبرك على حلقه ونفكه ونوديه طيب. الشب. طيب رايك يطلع من الصامل ومعك سوزة وترمي الهدف ويطيحون اثنين من مخ. تكفى يا اخوان 26 ساعة قد ولا. يلا ابو سابر. صوت سابر ترى يجي زاي يا رب يعلق عندي انا. انت بتوحوني يعلق عندي. دقيقة بنثبت زايد. ها زايد؟ ايه زايد يا الربع. انت بتوحوني. انت مو موظف درعه. كفك انا حلوه. كفك. طيب اطردني يا سعد. انا خايف. قول وش خايف منه؟ وش خايف منه؟ هذا شاعر وهذا منشد، اخاف يكتب نشيده يسبنا بيها وهذا يغنيها. ابو سابر.
انا خايف. تعال 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 انا بنحط الشميزر بين اذنيهم. تعال. الا لا ما في اذني، ما انا عندي مكان ثاني ازين منه. بين الله وجهك. وجهك. من جوا رحت وين؟ خايف ابو هاج قول لي. نايف نايف. ليش ليش ليش؟ لا لا انا ابو سابر، انا ابو سابر. انا ابو سابر. انا ابو سابر. انا ابو سابر. يا اخي يا اخي قول لي. ليه؟ تعال ابو اسلحه يا ولد تعال وطقك. باقي واحدة جبها. أنا خايف، أنا خايف. ليه ليه ليه؟ مدري مدري مدري. أخباري أرحب يا أبو سالم. أرحب يا رجل مطول اسمع لك أصاصة. أرحب أبو سالم. كيف حالكم؟ طيبين؟ طيبين طاب حالك وفالك. تفتح بأمك بحر واحد اسكت. أنا ولا من؟ أنت ونايف. الربع عندي قصيدتنا بعدها. ما نبغى. لا لا خلاص. يلا بجوك يا نايف كيف الروقان؟ يقول يا ذيب لو تسلم من الداب مرة. وش لو تسلم منه فباقي الأمرار. أرحب توماتيك، أرحب منه لي عندك والله. قصيدة الله يسود وجهك. أنا ما ظهر اسمك علي الملازي. أرحب ترحيب الحياة. أعرف من بحر يحصل الطليب. اقصيدة يا ولد وينها؟ يقول يا ذيب لو تسلم من الداب مرة. تكفي نايف. وش لو تسلم منه في باقي. سلام. ها. 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 بدأ. الله يطلع مع العليا على درب الحرارة وعلم بدر ياخذ مع الكون فرة وشج بقدر. بدر ما دام الرجل والنفس حره باقي بواقيها. الله يا سلام. صح الله لسانك. صح لسانك. صح لسانك يا بدر. دام رجلك دام ايه يا بدر دام الرجل والنفس حره باقي بواقيها على كف الاقدام. يا سلام يا بدر. يا عيال يعلي يا بدر دام الرجل والنفس حره. الله طيب. باقي بواقيها على كف الاقدام. باقي بواقيها على كف الاقدام. وش بواقيها؟ باقي بواقيها على كفل. وش اللي يشوف بواقيها؟ ايش معنى بواقيها؟ مصلع. باقي بواقيها. باقي ثلاثة بواقيها اقصد. طيب اعطيتك اياها. باقي بواقيها. باقي ثلاثة بقايا. باقي بواقيها. صح. باقي بواقيها. بواقي بقايا. بهاج ترى مبطي ما سمعت منك. صح لسانك يا نايف. بدنك يا حصان الاطليب. ارحب يا مسعود. ارحب يا مسعود. اسلم ولا اسلم رضي العزايم. اسلم تسلم وتسلم ذراعك يا طويل الذراع وتعيش يا راس قرمن بالمراجل الروي. ارحب يا مسعود. يا مرحبا اللي مرحبا. ارحب يا مسعود. ارحب يا محمد. ارحب يا مودي. يا ابو الله قلوبكم مود مو ميمي. Thank you. ترمي من أنا قايل لك بحط الشميزر بين ذني كنت وياه. والله إني قايلها من مبطي. ترمي من يا ولد؟ ساعد عانا فك العصبة وعزي عانا فحم عرق. عرقته قام ترخ. تكفى يا ساعد. والله قلبك يا موت. والله نهلك قبل. محزم السعد لا عدم بك. محزم السعد. حي والله عيون. يعلق عندي ولا ما يعلق؟ تسمعوني؟ والله قعدنا نسولف مع ما صار ونسولف موت. لبى قلبك ميمي. لبى قلبك والله. لا سوالف زينه ولا بهاي ترى مبطي ما سمعت منك. تكفى يا مرحبا. عليه ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه. والله اني مبطي. ما جاك من السيل الا قطره. نايف انت وين؟ بهاي انا اقرب من حزامك. مير تابعني تابعني على خشم. على خشم سعد. سوياه سوياه ابو سابر. تم انا انت تابع ابو سابر متابع.
تو نظفتكم انا بهاج انتم بهاج هذه شقتك نايف لا وين 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 يا رب سم وينك فيه؟ الرياض واستقريت مبطي ايه كم غرب شقه يا سلام لحالك الله هلا يا سلام مفتحت هذا فرشة كم خذيت كم خذيت ابي هو تحولك اجار والله اخذت حمل واحد من الربع هاجلة بعد قال لي 9 ايام تدري من الربع هاجلة تعرف فرشاي لا في الشمال كم هي به شاريها ما هي بيجار ترى يا بهاج انت شاريها الله هلا ما شاء كم خذيت ابي راس مالها تقريبا ولد اشهد بالله الشق الغالي انا عند زايد لا زايد وين خلاص حنا 9 ايام ونطلع منها وين وين في العارض الله يجمل حالك يا حسان يجعلك تغرف من بحر الله لا يهينك نود لب والله قلبك مين يلب والله عينك ب 50 50 السنة ايه سلامات يا ابو سوق ما اقصر منها 5 والله اقصر منها والله انا صادق اقصر منها 5000 لا اقصر منها 15 حتى لو انها ب 30 اشوف انها غالية بعد في العارض انت ترى انت في العارض ب 50 سلامات لا لا تيجي والله مشاري العتيبي ماخذ 80000 45 80000 لا بس يمكن اللي ما احنا 4 غرف أربع غرف وصالة ألو كاد الحكم الأول الحكم الأول الحكم الأول يا بهاج الحكم الأول يا ولد باقي جولة ثانية والله لا والله جولة واحدة لا حلو سعرها يا سعد سعد أربع غرف وصالة ومطبخ كبيرة كبيرة غير يا أخوي أنا أشوف 40 يا أخي حتى ولو إيش يا أخي غالية يا أخي كبيرة والله رخيصة 40 تي بجمع بجمعها يا ربي أنا ولد أبوي ولد إيش السالفة والله هي حلوه حقت نايف للعين ما شاء الله تبارك الله ما اخذها يمكن بحوالي نص مليون ورني ورني يا نايف بالله ورني الغرفه اللي عندك تبني اقوم يعني من ثاني صاله وغرفه صاله واربع غرف ما شاء الله اي الله الله ومغسله طول الذراع مشنا وقبل انت تعين هي المغاسل مغسلتين لا لا اقرب اقرب الكاميرا اي انت اقربها تعيين هذا المطبخ تعال عندي عندي ثلاجتين بس اقلب اقلب الكاميرا يمسل معي تقلب والله والله عيش مال الادوات الادوات ايوه عكس ما هو طالع ما عندي عكس عندي مراه وعندي كتم الصوت وعندي تجميل دفرنس ايش موجود العكس كلنا والله ما عندي عكس والله ما هو عندي مراه موجود مراه موجود اضغط على مراه اضغط حصل اضغط تعذر ايقاف البث موقت وقف البث وقت نايف الراحة في ذمتكم يا نايف لا صد زعاد علق الله الله يقطعك يا سعد في ذمتكم دراني في ذمتكم ودورنا دورنا اذني خش معه يا مسلم ها انا هنيا وكان ولد عباس صفطني بدري الذيب هاي معكم انا الناس يقولون نسمعه بس ما نشوفه الكومنت عندك ايش يقول يقول لا انا موجود خلقه كله اذا مات سعد الله يحرك كبدك انا ولد عباس ولد اشهد بالله اشهد شو العلم هاي عباد يا رجل حقه زايد غالي يا بس اربع غرف يا ابو علي اربع غرف نايف يختلف نايف مشترى يمكن المالك الاول يا بهاج بس ان الرجال ذا يختلف زايد انا اشوف انها كويسه يقولون بس نايف شفته مو جالس قدامه اول البث الديزاين من ورا والجدار كيف قايم زبرك يا بهاج بديل خشب حلو والله عاني ايه عاني اسألك بالله والسؤال بالله عظيم كترد سؤال بالله عظيم هلا ينعبوها اللحلحته ينعبوها الهم
اي والله خابر. الحكم الاول انت وياه، انا قايل لك الشميزر يجي بين ذنيك يجي بين ذنيك، جايبين هاي تطرفوني وانا اخ العيال. الله تكرم، انا ولد عباد ولد دله. لا وبداية البث يقول كذا بسلاح يا اخ العيال مسدس موي. هاي هالكلام لكم وفعلنا عز الله اني ساكت الان. جاء الشميزر صد بين ذنيك. الحكم الاول انا بجمعكم شباب. شو هذا شميزر اكله؟ شميزر اكله؟ يجعل ما يعترض لك. وشو؟ وكيف اكله؟ هاي بهاجة حكم الاول. تم. عدو كسم. شمندر شمندر ما تعرف الشمندر هذا يجي حق فقر الدم. اها هذا هذيك من الفواكه. شو تسميه؟ الشميزر. شمندر. هذا سلاح. شميزر المصارع. ايه ايه اسمه الابيض ابيض طبعا شعره كذا حمر. ايوه زي كانها زي فيك. اي الله ضربه الضربه القاضي يعني. يا ربع حكمي حكمي انا بحكم البه لبيت منى. الشاهي اللي عندك شاهي ربيع ثلاث ملاعق وذمك ملعقه ملعقتين ثلاث. او يا خف مسلح منك كيلو ذا اليوم كامل. الحكم الثاني صورتي اسبوع عندك اسبوع كامل. هذه بدون حكم. الله يجعلني ما عدمك لا والله حكم يحطه الحكم. الحكم الثالث الحكم الثالث الحكم الثالث أعطوني حكم يا رجل. قفل بثك وتعال عندي. واليوم اني زهمتك لقيت بهاج طش لك ولده ولا ما في ولد طش أسد ولا ما في أسد طش اللي طشه. انت صخاي مناك يا بهاج. ابشر بفك عليك كون ما انا زهمتني فكيت عليك. يعني بالمهم الوكاد انت صخاي مناك اليوم اللي زهمتك. والله مالك الا اللي يسد حاجتك الوكاد. هذه احكام الثلاث تخير منها اللي تبه وهالحين تنفيذها ما لها الحين اختار منها عليك. وسعد سعد زايد زايد معطيني حكمك انت. والله انا مسلمني عنانك. قال عان عان عنان سعد. شو عنان هذا؟ ايش الكلمات الغريبه هذه تقولها يا اخي؟ انا علمتك احكام مثل بهاج. خندق نصب نفذ نفذ على ما يرد زايد. بهاج ها بشوف خوي ايش بينا. ما عليك انت نفذ والله على خشني انا بنات معلش بس هذا بالله باشا هذا تحك امال اي حيله اقول بالكوب ذاك. ها بس قفل بثك وتعال. ها يلا عجل هب اللي جاييني من اقصاهم. انا ولد عباد ولد دله تكفى يا بهاج ما يبلك. سعد طولتها ما رد خلاص. زايد بنفذ حكمه. ايش دخل زايد؟ ايش دخل زايد؟ زايد معطيني حكم كله. انت اتلعب معنا واحد ولا ايه العب معنا اربعه؟ زايد يوم جاي يطلع ايش قال؟ قال انا نايف الاحكام عندك انت. زايد ولد عمي عندي اخذ تمام انا وياه نفذت له حكم ولا اخذوا جعانه اللي عنده في المجتمعات ياخذ الحصان. اليوم انه ما رد عليك والله انا كنت ابرك الحق يا سعد والله. لا ليره والله شو امرك بالحد هذا؟ شو بهاج انت رجال معنا في البث ما انت برا في ذمتكم. يوم جاي يظهر يوم جاي يظهر ما قاينا في احكام عندك انا موجهك برا. ها صلي سعد والله اللهم صل وسلم عليه وسلم عليه سعد والله ماني سامح لك يا ولد مو 26 ساعه يا ولد ماني والله بسامح لك خذها والله. شوف صلعت ليه تسامح نايف مالك حق انا تحكم. لا والله لي حق والله لو مالي حق مهرج انت خابر والله مالك حق. لا والله اللي حق. اسمع اسمع ابو عد راسي وكذي اسمع زايد انت يا ابو عمر السلامة اما نفذت له حكم خذ حصانه لا كانت عليك بالمخشم هذا خليه ينفذ حكمك هذا هو. قل لا بعطيك بعطيك العلم بعطيك العلم ماشي. لو ان زايد قال الحكم ما هو عندك علي الحناء ثني ما اهرجك انا علمتك تتنفذ ان شاء الله وبليش من عندك بس قصتك نايف صراحه الحين ما نلعبنا معك ايش اسمه ما نلعبنا معك لحالك يا اخي لا تفكر كل شيء كذا خليك
والله يا من اولا نيه اني انا بحكم بهاج وزايد يحكم لك الرجال قال الحكم عندك وظهر ونعم 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 لكن اعتبرت خلاص يعني ما رد عليك والله ان شاء الله كنت تنف هيك ماني مقدم على وظيفه انا اذا ما رد عليك ما اقدر اخش انا علم بهاج سم عدوك السم اسالك بالله يا شعد ثبت ارضى في نصيفه بهاج داخل المحكمة أسألك بالله أنا علمتك يا سعد موجهك بالله تبى ترضى في نصيبة بهاج اليوم إنها انصافني كيف نصيف بهاج اليوم إنه قال أنا آيف معك حق ولا يا سعد معك حق شوف شوف صل على النبي صل على النبي حني يا أبو أبو من نفدق أبو من أبو نعم أبو نعم أول شيء ألف رجال ما شاء الله تبارك الله ونعم رجال إشلال هذا أول حاجة على مرتب رجال شاري شقة بنص مليون ما شاء الله تبارك الله هذا أول حاجة حد داخلين نلعب نتونس ونضحك ونستانس مو بنلعب طول عمر سلام أسألك بالله في ذمتك داخلين في أديان يا أخي كنا داخل المحكمة يا أخي أنا لا ألعب ولا إيش فهمت كيف باللي عندك مو خشم هذا ينفذ حكمك وأنا حكم عند الرجال هذا أما لو إنك هبت الحكم عندي قلت يا سعد في البداية لا والله بقوم بنفذ وأنا على خشم على شيء يا الربع العلم وشنه تطريفها يعني أنتم مطرفين مية الثلاثة ولا وش السالفة؟ العلم كانت تنفذه وبصراحة يا واط صل على النبي لا لا ماني ماني بحية صح ولا سعد سعد وقف نايف أحبك وأعزك ولك عندي حكم ما بشتري سعدي بس خلوا فيكم الرجلة بس اللي تنطقونها قدام الناس أنها تطريفة علي الحناء ثني مدري عنك اسمع الكلام اسمع الكلام يعني جيت منكم سوا لا 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 انا احنا نحترم الرياجيل لا شوف انا نحترمهم يحسبني من خي اذني لا ما دريت لا عن البث ولا عن دريت اللي هنا كلهم لا تجي تطرفني من بدة ذولا كلهم يطلع الشهري يقول مع ولد عمي وانت يا نايف اللي عرفنا احنا ان الرجال يقول احكامني عندكم اسمع الكلام يا سعد ويجي الحين تقول حكمي عند ولد عمي ولد عمك يرسل لك سناب يقول خلاص حصانه ونايف يحكمني والنبي. والله هذه ما لها شنع الصدق يا سعد خريط لا 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 الدبلجة اسمع الدبلجة الزايدة ما تنبع اما والله انا انا بعلمك يا سعد انا يوم اني احدك على الحكم والله ماني مخلي بهاج اي ماني مخلي بهاج والله ولا نايف ولا عشرة والله لا انت ولا نايف انا اقولها في وجهك بهاج بعلمك الاولى ترى يومك تهرج عن التطريف انا وانا جيت وانت مسوي لا اسمع انا جيتك بخوي وانا جيت والله ما معي خوي زايده تبي مدخلين يا ولد قول لا اله الا الله حق دخلنا فزتوا يوم فزتوا قعد يقول هذا ولد عمي وش اللي ولد عمي جاي تدير ولد عمك عندي هنا وانت مطيري تعال بهاج سوي كذا سوي كذا الرجال قال يا نايف احكم على الرياجيل كلهم اما اني اشيل انا الحكم من فهمك يا بهاج تقول الاحكام مستشفى من فهمك ما عم قلتها انا طيب قول الاحكام مستشفى صل على النبي نايف خش قال قويك وش قال قال احكم عليهم كلهم قلت انتزه وطلع لا ما قال تفكر يا ابو نواف اقول مرحبا بك يا لبيك ورع البخنت يا لبيك يا ابو نواف ومرحبا بك لا تلبخ يا ورع عورت علي لا تلبخ اول يا بها لا تلبخ لا والله لاني انا ولا احترمتك لو اني ما احترمتك زي سعد ما دورت علي انا واد الدنيا خربانه الرجال اللي شطاع النبي والله يا بهاج الاول اني انا مبيت النيه اني حكمك وزايد فيه يوم انه طلع كملت بس وناوي علمت انا سعد لا لا شو صار قلت له ماني بسامح الا والله لو انه يلا ولد من حضر تكلم يا ولد اما باسمي من ناحيتي انا يا سعد علي فانا دخل معاه صلوا على محمد صلى الله عليه وسلم يعني وطمع نايف على بهاج ولا نايف يحكم على بهاج يحكم على سعد احنا لاعبين ثلاثة ولا أربعة ايه اسمعوا اسمعوا العز في رؤوسكم لا ابوها احكام ولا ابوها لعبة جت الدعاوي بسيطة امر الله من سعة اللي تبونه بس تم وخذوها بس خذوها بحملها ايه اما رجال لا لا, لا اما رجال ادخل لا 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 ليه ليه يا تحكم على سعد الشيري ولا ما احكم لا تحكم علي ليه ليه ولد ولد ولد, ولد عمك قايله قبل يطلع يقول لا 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 علي احكام الرياجيل عندك يحكم ولد عمي الحين بقول لك حاجه طول عمر سلامه الحين بقول لك حاجه خرجت انا من هنا اللي ياخذ حصانه زايد ولا نايف خرجت قلت بابا نفذ انا خرجت جمعتنا انا
علق البث عندي طب الجوار اللي الرجال طال عمرك جيت احترم الداعمين واحترم الريجي اللي قدامك. لا سلام انا علي الحرام أنا اسمع. علي الحرام ما طلب قلت انا شوف انا قلت عن زايد حكم قلت عن زايد حكم لا حكم قلت عن زايد حكم واذا ما يسجل الحصان الزبده الزبده هن الكلام من ناحيه نايف يوم تقول ما ادري انا وحكم عليك ودي كل وقتك واحد سوق سوق وزن سوق وزن العلم ما فيها طول السلامه هن الرجال يوم طلع انصافا للحق طلع قال يا نايف والرجال يورينا الاستراحه الشقه يا نايف الرجال عندك قال ازهلهم يا بهاش تعال الحكم يوم خلص قلت انت ميدي الحين يقول خلاص يا سعد بينك وبين زايد سالم انت بهاج الدرب طال والله يدعه إيه. بسيطه يا ريجي لو عليك قلت حياه انت كثرت الهرجه كثرت جدا الو كاد بيض الله وجيهكم وجمع الله حالكم الله يجمعنا معكم ولا انتم ونستاذنكم يا طوال العمر تبون شيء ناقصكم شيء ادنا يا ابو نواف الله يقعكم استاذنكم عسى ربي يحفظ الوجه Halo Pep, lagi The Luar Team, list of the guy on the summer. Mahdo, Renato, Gadis, Quay, Antonio, Holo, Halifa, West. Halo Pep, lagi The Luar Team, list of the guy on the summer. Mahdo, Renato, Gadis, Quay, Antonio, Holo, Halifa, West. Albert, sorry, Lavor! لا ظهر لا ظهر لا ظهر البث باذن الله والله تنحسب لك الله يبيض وجهك بروح اجيب شاي وجهك ابو محمد شاي شاي اقسم بالله انا تنحسب لك قاعد لي بدا ناموس 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 العظيم انك راعيها ناموس تستاهل تستاهل بث كامل يموت يطلق لنا وصلك طلق لنا وصلك علي الحرق وش معك طلق تاخذها ولع يا الامير ولع ولع طلق تاخذها شو وجهك حر اطلب لي سماعة بس ايش هو هلا معك جول طيب اذا فزت علي اشتري لك سماعه الان ثلاث سماعات واذا انا فزت عليك ايش لك ثلاث سماعات لا ايش ليه تهب 300 ريال بلف ليه؟ مجازي شوف لا طبعا الحج بيكون درجة عادية مو درجة اوف في النص تقريبا تطلع خلنا نقول 600 ريال نقول 600 ريال اذا فزت انت علي اذا فزت انت علي تطلب لي ست سماعات سلك ابل عليها الختم التفاح اللي ما كل نص اسمع جبتها جبتها انا ابو علي اذا فزت حجزت لك طياره درجه اولى اذا فزت انت تشيل المكيف مركزي مقاس 20 عادي قيمتها تقريبا 1400 1500 والتذكره 1400 1500 درجه اولى غير صح عشان ما ازعجك شوف اصل من بيش الرياض 900 ريال ما في مشكلة مكيف مقاس مكيف الزبدة قيمته 900 ريال مركزي يكون عليه ضمان سنتين صامل جولة واحدة ترى والله ترى والله ما فكر أعطنا دقيقة واحدة إخواني أباكم اللي تصحصحوا أدري أنكم قدكم في نوم ده يصحصحوا أباكم تشيلوا لا أنا يعني أعاكس في الكلام
لو فيكم واحد من اخوياي يروح يرقد انا بسجل. اول شيء بامسك العطر كذا العطر بمسك الفاين وبعطره شريط 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 من عطر رفيع شفتوا وبكتب اسمك. شوف انا لا خليك ساكت سجل بيتك رجلك البخ ما اقدر ارتجع البخ ما كنت اتوقع انا والله ما كنت اتوقع بيوم من الايام بتقولوا لي الكلام ده للدرجة. انا غديد اليوم ما مش طايق افوه نزل الكلام لا لكم اليوم غديث انا شهد سجلنا خياط والتعييدات الاسبوع هنا دقيقه بجيكم احنا بنجي سبحاننا شويه اخوان بس انا وباع اخليكم تسبون بس مو ذحين نخلص من الحيوان هذا بنجي سنه وياكم اوعدكم عاد اعطيكم دقيقه تسبون بها. هلا استاذ سعد تحسين اشبلك اخرج امال يا مرحبا يعني ذليت شو الكاميرا يا اخي الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك لا تبكي تبكي وش تقول للكاميرا بالله وخر شوي وخر شوي تعال تكلم بعدتها تعال بعدتها والله تعال يا اخي مالك داعي يا اخي لا 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 بالله 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 ما ابغى احد يشوفني كذا ما جوله واحده وادنا جميل اصبر اخوي تحميس من الحين واحد ثري يلا دوس ايش السماج يا ريتني اعرف اللي كبسوا ال 600 دول يا رب قلبك كبس انت الله يجزاك خير نسيت بنجلس انا وياكم جلسه تويتريه آخر قسط آخر قسط عقبه خلاص نجلس جلسة لمدة ساعة انت لاعن الجدف فيها نجلس جلسة واحدة انت لاعن الجدف فيها ارحب من دمبهات اقسم بالله لا ادبك غايب لا تنتظر ورد لا تنتظر ورد انت غايب يولو لك مني ولا سجلوا سجلوا يا اخوان راقد راقد ناي قطر الحميه تخرج قاعد غلط يا اخوك ليه انت لو كنت بتهتم انت لو كان عندك دم ارحب جواهر ارحب من دم بهاي ارحب استاهل 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 طا طا استاهل استاهل طا 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 يا ضعيف يا ضعيف ها
كلامك ما تفتح العصر، ما الفاضي العصر ما الفاضي، الصبح ما الفاضي. ابشر بالسعد، واحد من مثل الميكروفون يبيني يغني. والله ابشر بالسعد. ابشر، مع اني تعبان بس الغالي ما اقدر ارده. والله من عيوني. يا خطايا اللي جوار مع خطاك، لا سلم حبك ولا حبي سلم، كنت عز الناس ما تكهل غلاك، ما تكده الحب يا جيل العدم، كل ما مروا علي هذا وداك كلهم لاش وياها، كنت اعز الناس ما تكبرك، ما تقدر الحب يا دين العدم، كل ما مروا هذا وذاك كلهم لاش وراهم ما نسى كل دم من خطاه شو دعاك بجوع الحب ما فيها حكاك، بكي من هم وبكي من ألم، لا سلم حبك لحظة ما نساك، من كرم قلبك تعود على القلب ودعاك، في شروع الحب ما بيهم لمت نفسي ولا مني حظي معاك، اشتكي من هم وبكي من الم يا خطايا اللي. يلا سعد سعد، يلا ابو علي دمك على خير، ارسل لي البوردنج في الخاص. سندك الله 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 انقلع يا دقيقة يا اخوان بعد اذنكم، اذا يعني تسمحوا لي، اذا تسمحوا لي يعني.